السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم عندي، ألف مرحبا بكم. واليوم جينا الجهة ديال واد زكزل، عجبنا هاد الجنان هنايا، إيوا قلنا بعدا نفوتو هاد العشية هنايا، نشربو كاس أتاي إن شاء الله. حسن ما نمشيو للقهوة، هكا الجلسة ديال الطبيعة حسن. ومرحبا بالجميع، كما شفتوا رحنا درنا واحد حرشة إن شاء الله تشاركوها معكم مع برادتها مشحر. واليوم خوتي خواتاتي كما شفتو عندنا الجو مغيم، نطلبوا الله يعطينا الشتاء على قد النفع. الصبح كانت السما صاحيه ودركي الجو تغيم، راني قريب للدار فين نسكن، قلت بعدا نشارك معكم هذا المساء. مع صبت الشتا داك النهار ها الارض خضار، تبارك الله ما شاء الله. هاد الجنان زمان كان فيه المزاح، وملي صوبوا الطريق ديال الكورنيش ديال واد شراعة، يعني هاد البلاصة اللي فيها المزاح كامل نشف، يعني يبس ما بقاش المزاح كيما كان. وغادي قالوا الكادي يديروها جردة هاد البلاصة، والله أعلم بعلمه. Thank you.